والمنتخب المصري واستعداده للمباراتين الفاصلتين يعني قصاد السنغال يوم 25 و 29، واستدعائه تقريبا لكل المحترفين المصريين. بالنسبه لك الاستدعاء بتاع كل اللعيبه المحترفه بما فيهم احمد حمدي من في مونتريال الكندي، دي اشاره لايه؟ هل قلقان من مستوى اللعيبه في لا الدوري بص، دلوقتي ولا من باب انه يبقى جاهز بكل البدائل؟ بص ده دور ماتشين، اللي هيكسب فيهم ان شاء الله ويتمنى مصر هيوصل كاس عالم، صحيح. فلازم استدعي كل اللعيبه الحاسس اللي انا هحتاجهم، اللي انا محتاج استدعي بقى 25 لعيب 30 28، لان دول ماتشين يوصلوك كاس العالم، فلازم يبقى اللعيبه كلها موجوده والبدايل عنده. هو اكيد عامل يعني بلان للوضع ده، وعارف ان هو في دماغه التشكيل، عارف التشكيل، بس هو ايه لازم يبقى عنده البدائل دي كلها موجوده، لان الماتشين يوصلوك كاس عالم، فلازم يستدعي معظم اللعيبه اللي هو شايفها مناسبه لطريقه لعبه. لان انت ماتشين يوصلوك كاس العالم، انت عايز ايه؟ ما لازم هستدعي اللعيبه الكويسه، اللعيبه اللي حاسس ان هي هتنجحني، اللعيبه اللي هتوصل مصر كاس العالم، هشوف لعيب محترف بره هيجيبه زي ما عمل مع عمر مرموش قبل كده. لو لكن هو في الدوري العام صعب ياخد عناصر جديده، يعني صعب يضم عناصر جديده من الدوري العام، لان هو في دماغه لعيبه معينه بتنفذ له التكتيك بتاعه او الطريقه بتاعته 4 3 3، هو عارف هو بيعمل ايه، لكن ممكن يجيب لعيب من بره مثلا ايه زي مرموش كده، وممكن يجيب حد تاني، بس يكونوا موجودين 25 الاسلحه بتاعته دي. ما انت مش ضامن اللي جاي ايه، ممكن لا قدر الله في اصابه، لا قدر الله في لعيب مستواه هيقل، فلازم تبقى البدايل كلها عنده، لان دول ماتشين صعود كاس عالم، فلازم صحيح. اكون مجهز نفسي. هو قال يعني اتكلم في رساله النهارده وجهها للعيبه عن باقي 15 يوم على المباراتين، ومن ثم لازم تستعدوا لازم تجهزوا، احنا عندنا مهمه صعبه. ما هو الاستعداد بالنسبة للعيبة المحليين هيبقى من خلال مباراة الدوري المحلي، لأن هي دي المباراة دي هي اللي هتساعد مستر كروش في إن هو يشوف بقى مستوى اللعيبة وثبات المستوى بتاع اللعيبة، وغير طبعا متابعته للعيبة الأجانب اللي بره النجوم الكبيرة، وفي الآخر هو عايز تيم يكسب بيه. عايز يعني مثلا ماتش مصر هيبقى والسنغال الأولاني في القاهرة، أكيد هيفكر في المكسب، يقول لك أنا عايز أكسب، عايز أكسب واحد أو اتنين، أأمن نفسي على الأقل، مش هيفكر في الخسارة. صحيح. ماشي، عشان يروح مثلا السنغال دكار هناك على الأقل مطمن، أكيد صحيح. هو عنده رؤى وعنده خطط وعارف هو بيفكر إزاي ومحضر مين هيلعب ومحضر مين بديل، فإحنا كل اللي إحنا بنقوله نتمنى إن ربنا يسهل وربنا يكرم مصر وتصعد كأس العالم إن شاء الله من خلال سواء الماتش الأولاني أو الماتش التاني، إن خلي بالك ممكن الماتش الأولاني تعمل فيه نتيجة كويسة وممكن تتعادل وممكن تروح تكسب هناك. كرة القدم يعني إيه؟ أداء في الملعب 90 دقيقة، إمكانيات لعيبة هنا وإمكانيات لعيبة هنا، تكتيك مدير فني هنا وتكتيك مدير فني هنا، توفيق هنا وتوفيق هنا، لكن دايما كرة القدم لا تعطي إلا لمن يعطي لها. يعني كرة القدم مش هتديك غير لما أنت تديها، تديها جهد، تديها التزام، تديها روح، تديها عرق، هتديك. اوعى تفتكر ان انت تعمل الحاجات دي كلها وربنا مش هيديك، لازم صحيح. تكون مجتهد في عملك، سواء مدير فني، سواء لعيب، سواء اداري، سواء حكم، سواء طبيب، ربنا بيدي دايما الانسان اللي بيشتغل، الانسان اللي بيعمل. فان شاء الله نتمنى ان شاء الله الفتره اللي جايه دي ما يبقاش فيه اصابات، ان شاء الله اللعيبه تبقى جاهزه، عشان منتخب مصر هو اهم حاجه، اللي نشوف منتخب مصر في قطر، نفسي اشوف منتخب مصر صحيح. في قطر ونوصل ان شاء ان الله. شاء الله. ان شاء الله. في كلام يعني عندنا انه الراجل البرتغالي كيروش زعلان من مستوى اللعيبه المحليه اللي كانوا معاه في المنتخب في فبراير، وشايف انه الكيرف بتاعهم نزل. يعني زي فقال ايه؟ في قال يعني وضح اسامي مثلا، لا او ما ما قالش، سمعش قال اسامي. يعني بشكل عام اللعيبه مش في كامل المستوى، وده عامل له يعني عشان كده بعت الرساله النهارده من باب التنشيط. بص، هو اللعيب المصري ده عامة ما يبقاش عنده ثبات مستوى في ماتشات كتير، يعني مش 10 15 ماتش تلاقي فيه ثبات في المستوى، الا لعيبه معينه، لعيبه قليله في مصر يعني، فثبات المستوى ده شيء يعني شيء يعني عدم ثبات المستوى شيء طبيعي، لكن انت مهمتك ان هو هيعمل اكيد معسكر اعداد، فاللعيبه دي هتجيبهم وهتدربهم على طريقتك وعلى التكتيك بتاعك، وهتقول لهم على الاخطاء اللي انت شفتها من خلال الدوري العام او اخطائهم، ده شغلتك. لكن ثبات المستوى ده ما تلاقيش لعيب مصري كتير قوي ان هو يبقى مستواه ثابت 10 12 15 ماتش، لا غير بره. احنا لا، ممكن لعيب خمس ست ماتشات، يمكن الوحيد يعني اللي احس انه عنده ثبات مستوى يعني في مصر احمد سيد زيزو، صحيح. ده اللي عنده ثبات في المستوى، وبعديه بشويه عمرو السولية. وعمرو السولية لسه هقول لك، عمرو السولية طبعا لعيب مميز وانا بحب طريقه لعب عمرو السولية،
وزيزو الاثنين نازلين عارفين بيأدوا ازاي وهيعملوا ايه والكره جايه لهم ما بيفكروش واخدين قرارهم ايه وغير بقى الروح اللي عندهم والاصرار وبتاع وعندهم الثبات في المستوى. انت ثبات المستوى ده مش شرط ان انت يكون كل ماتش مثلا 90% اللي انت مستواك عالي لا انت ممكن 10 ماتشات مستواك 70% ثابت ثبات مستوى 70% احسن من ماتشين ثلاثه بتعملهم 90% مستوى وخلاص بعد كده الكيرف بتاعك بينزل لكن عمرو السوليه محافظ على هذا المستوى طبعا ثبات المستوى بتاعه صحيح. واحمد سيد زيزو الاثنين دول انا بحييهم من هنا يعني ده صحيح كلنا بنحييهم بصراحه.